طمت بصورة غامضة على مسافة شاسعة. ثمة كلام عن أنها ضربت بصاروخ لمنعها من ضرب البيت الأبيض أو مبنى الكونغرس في واشنطن. ومن ثم لا يزال هناك الكثير الذي لم نعرفه بعد عن الأحداث، ولا يعني هذا صحة موقف المؤمنين بنظرية المؤامرة، ولكن ما دامت السرية مستمرة سيدعي هؤلاء أنهم على حق. صحيح، طول ما احنا ما عندناش معلومات كل ما ده كان وقود لنظريات المؤامرة. عندنا فاصل سريع قبل ما اشكر الدكتور عمرو الشبكي والاستاذ عبد الرحيم علي. في ثواني معدودة، 9 سنوات على 11 سبتمبر، احنا فين؟ احنا في اطار مراجعة للسياسة الامريكية والاستراتيجية الامريكية اللي اختزلت مواجهة الارهاب في المدخل الجنائي والعسكري والتعامل اللي شفناه بالطريقة التي استخدمت سواء في العراق أو في أفغانستان. أنا في رأيي إحنا النهاردة بنفكر في طرق مختلفة وبنراجع الاستراتيجية اللي استخدمها الرئيس بوش، حتى لو بالتأكيد أوباما ما هو مش بالضرورة نعتبره صديق للعرب والمسلمين، لكن على الأقل الفشل اللي حصل قبل كده والتوجهات الجديدة المطروحة على الساحة العالمية والعربية تقول إن إحنا لازم نعيد النظر في هذه الطريقة. جميل، أستاذ عبد الرحيم. في المربع رقم 1 لهذا الحد؟ طبعا. أشكرك جدا، يعني شرحت فأوجزت فأصبت كبد الحقيقة الذي أرجو ألا يكون حقيقيا. أنا أشكر الدكتور عمرو الشبكي والأستاذ عبد الرحيم علي. أبو خالد في لندن، ما تخليك معانا، إحنا لسه موجودين بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد. أهلا بكم مرة أخرى إلى هذه الحلقة الخاصة في الذكرى 9 لأحداث 11 من سبتمبر، ولا يزال معنا عبر الأقمار الصناعية من لندن الأستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير القدس العربي الذي التقى بن لادن مرتين. أبو خالد، يعني من يوم 11 سبتمبر 2001 لحد دلوقتي أمريكا دخلت في حربين أساسيتين في العراق وأفغانستان. كثير من المحللين وصلوا الآن إلى قناعة، ومنهم أمريكان فشلوا فيهم، في حين أنه الراجل الرئيسي اللي عمل ده يوم 11 سبتمبر أسامة بن لادن لسه حي يرزق. ده أي نوع من الرجال ده أسامة بن لادن؟ يعني أولا دعني أقول بأن عندما يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن الحرب في العراق كلفت أمريكا تريليون دولار، 1000 مليار دولار، ونحن نعرف أنها كلفت، حرب أفغانستان كلفت 250 مليار دولار، يعني حوالي تريليون وربع تريليون دولار حتى الآن في العراق وأفغانستان للقضاء على الإرهاب، لتدمير القاعدة، لإنهاء وجودها. أنا في تقديري يعني أنا قبلت هذا الرجل، يعني أنه على درجة كبيرة جدا من الذكاء ومحاط أيضا بمجموعة خبيرة جدا، يعني أبو حفص المصري أو محمد عاطف اللي هو الشاب المصري، أنا قابلته وجلست معه أكثر من ساعات عدة، من أذكى ما عرفت حقيقة. بس أبو حفص، من أذكى ما قابلت. أبو حفص قتل في هجمة أمريكية في البداية خالص من هجوم الأمريكان على أفغانستان. قتل في بعد 11 سبتمبر. لا. الآن شوف يعني زعيم تنظيم القاعدة الشيخ أسامة بن لادن لا يستعمل مطلقا أي اللي هو تليفون بالأقمار الصناعية أو يستخدم الكمبيوتر أو يستخدم مثلا هاتف نقال مثلا موبايل، لا يستخدم أي نوع من أنواع التكنولوجيا، وهو يهتم بأمنه الشخصي بنفسه بدون أن يترك هذا الأمر لأي أحد. كونه نجح واستمر في الوجود هذا يعود إلى الغباء الأمريكي. يعني أمريكا، أنا أعرف جيدا من أبو قتادة مثلا قال لي أبو عمر اللي هو يعني
لولا الأمريكان وغزوهم للعراق ربما 85 إلى 90% من تنظيم القاعدة قد انتهى تقريبا. جميل جدا. البنى التحتية دمرت بالكامل. لكن الغباء الأمريكي أولا يعني الغزو أفغانستان ثم بعد ذلك غزو العراق، هذا أدى إلى أنه خلق دولتين فاشلتين. هذه يعني هاتان الدولتان يعني استخدمتا لإعادة تنظيم القاعدة من جديد وإعطاء زخم جديد وقوة جديدة، وأصبح أقوى أكثر يمكن 10 مرات مما كان عليه عندما كان في تورا بورا، عندما كان في أفغانستان. جميل. خلينا نسمع من الراجل اللي كانت وظيفته اللي بياخد قدامها فلوس إنه يجيب راس بن لادن، لأنه هو كان بقولك في بديلين، إما نقبض عليه أو إن احنا نقتله. هو كان عايز يقتله لأنه قالك هعمل لي مشكلة لو مسكته. نشوف رأيه في بن لادن لأنه رأي غريب شوية. Well, I view Osama bin Laden as a very worthy enemy. He's the son of a. حسنا، أنا أرى في ابن لادن عدو يستحق التقدير، فهو سليل عائلة في غاية الثراء، اختار بإرادته أن يعيش في أفغانستان والسودان 25 سنة، أصيب في معارك وكان مهندسا لمعارك. هو أيضا خطيب مفوه له تأثيره في العالم الإسلامي. لو نظرت إلى عمليات المقاومة الإسلامية التي تحدث اليوم وقارنتها بعام 96 ستكتشف دوره في إلهامها. وعلى عكس الساسة والقادة في أمريكا، فإن أقوى له كما يبدو لي تتفق مع أفعاله. لقد انتهيت لتوي من تأليف كتاب هو سيرة ذاتية لأسامة بن لادن، أساسها أقواله. وما آمله هو أن يبدأ بعض الأمريكيين في الأقل في فهم أننا نحتاج إلى هزيمة هذا الرجل، نحتاج إلى قتله، لكن لا يمكن ببساطة أن نعده رجلا مجنونا. Some point Americans will begin to understand that this man needs to be defeated, he needs to be killed, but he cannot simply be dismissed as a madman. طيب خلونا نسمع صوت واحد تاني، روبرت فيسك الصحفي الغربي المرموق المشهور عنه عدالته في تناول القضايا المختلفة. وروبرت فيسك هو الصحفي الوحيد اللي قابله 3 مرات. He's not an intellectual, but he thinks. He's the only Arab figure I've ever met. إنه ليس مثقفا لكنه يفكر. هو الشخص العربي الوحيد الذي قابلته ووجدته يتحدث في جمل مفيدة ولا يغير رأيه بعد ذلك. لا يغمغم سريعا ردا على سؤال، بل ينتظر دقيقة ينظف أسنانه أثناءها بالسواك وهو يفكر. وقد ركز في تفكيره على ما اعتبره انتصارا على الجيش الروسي، كان انتصارا حقيقيا. ثم قال لي أخيرا: سيد روبرت، من هذا الجبل الذي تجلس عليه الآن، وكنا نجلس في إحدى قواعده التي كانت CIA بنتها أثناء الفترة الروسية، من هذا الجبل دمرنا الجيش الروسي ودمرنا الاتحاد السوفيتي، وقد دعوت الله أن يقدرنا على تحويل أمريكا إلى شبح. تذكرت هذه العبارة عندما عادت الطائرة بنا إلى أوروبا صباح 11 سبتمبر، ورأيت صور منهاتن والضباب والدخان، فقلت: يا إلهي، لقد تحولت منهاتن ونيويورك الآن إلى شبح. أستاذ عبد الباري عطوان في لندن، إذا كان بن لادن أعلنها صراحة، أعلن حربا على الولايات المتحدة الأمريكية واعتبرها رأس الأفعى عام 1996، يعني قبل العملية ب5 سنوات، يعني ليه ما حدش سمعه؟ برغم أن آرائهم، عفوا، رغم أن آرائهم أنه راجل محترم ويقول ما يفعل ويفعل ما يقول. أستاذ يسري، كان الكثيرون يرفضون أن يصدقوا زعيم تنظيم القاعدة والرسائل التي كان يرسلها. يعني هذا الرجل عندما طرد من السودان بطريقة مهينة، وقد تحدث بمرارة عن هذا الأمر، يعني ذهب إلى أفغانستان ليبدأ من جديد، ليعيد بناء تنظيم القاعدة، وأسس مثل ما قلنا في 1998 الجبهة الإسلامية العالمية لمحاربة النصارى واليهود، وكان معه من اللي هو زعيم
الجماعة الإسلامية في مصر رفاعي طه، وكان معه أيضا أيمن الظواهري، كان معه زعيم الجهاد الإسلامي في بنغلاديش، وكان معهم أيضا زعيم أفغاني طالباني. فعمليا يعني الرجل كان يخطط لكي يؤسس جبهة تتصدى للولايات المتحدة الأمريكية، تتصدى للعالم الغربي مبكرا. لم يصدقوه إلا بعد أن نفذ تهديداته ونسف السفارتين الأمريكيتين في دار السلام وفي نيروبي. بعد أن فعل ذلك بدأ الغرب يأخذ زعيم تنظيم القاعدة على محمل الجد، وبدأوا يبحثون عنه ويحاولون قتله. وأرسل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في ذلك الوقت أكثر من 70 صاروخ كروز للانتقام، وكاد أحد الصواريخ أن يصيبه في قندهار، لأنه كان يعني كانت هناك معلومات لدى الولايات المتحدة بأنه سيلتقي على العشاء مع أركان تنظيم القاعدة، وجرى تأجيل هذا العشاء ربما قبل ساعة فقط من موعد أو نصف ساعة، فجاء الصاروخ وأصاب المكان. فهذا الانتقام منذ ذلك الوقت بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لقتل زعيم تنظيم القاعدة واغتياله بأي شكل من الأشكال، ولكنهم حتى الآن فشلوا في ذلك، لأنه أذكى منهم، outfoxedهم، نجح في التغلب عليهم والهروب منهم وإطالة أمد معاناتهم. طيب أنا أريد أن أنتقل من المنطقة الأمنية إلى المنطقة السياسية. ما يقوله بن لادن في حد ذاته، ولماذا لم يستمع إليه أحد في الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن الرسالة كانت في منتهى الوضوح؟ دعونا نستمع إلى شهادة الرجل الذي كان في وقتها مسؤولا عن مكافحة الإرهاب داخل وزارة الخارجية الأمريكية. للأسف لم نستمع إليه، لم نفهم عما كان يتحدث، ولم نستوعب هدفه. عليك أن تقوم بالشيئين معا، فلديك أناس فنيون يحاولون التقاط الإشارات التي يمكن أن تدل على مكانه كي يتسنى لنا أن نقبض عليه، وما هو أهم هو أن تستمع إلى ما يقول كي يمكنك أن تحتاط لما سيقوم به، لأنه دائما يقول ما سيفعل ويفعل ما يقول، ولا يزال يبث رسائله، وإن كان معظمها الآن على شرائط صوتية. لم أره في شريط فيديو منذ فترة، لا أدري لماذا. إنه رجل مزهو بنفسه، وقبل 11 سبتمبر كان نشيطا إعلاميا حبا في الكاميرا، فرأيناه يمشي فوق الجبال أو يجلس مع جنوده أو يقرأ بيانا أو خطبة، لكنه ابتعد في الآونة الأخيرة عن الكاميرا، وتفسيري أنه إما قام بتغيير ملامحه أو أنه لا يبدو في حالة جيدة. هو طبعا احنا عارفين انه أسامة بن لادن اصدر شريط اوديو، شريط صوتي في بداية هذا العام وايضا في العام السابق. اخر شريط فيديو يمكن اللي اشار اليه مايكل شيان في كلامه عن تخمينه انه ليه ما بيظهرش في فيديو، انه ممكن يكون غير ملامحه او ان هو يكون تعبان. خلونا نشوف آخر شريط فيديو ظهر عليه بن لادن، لأنه أيضا فيها رسالة سياسية هامة. ده كان في شريط سمي The Solution أو الحل، ده القاعدة هي اللي سميته كده، وده صادر في سنة في شهر سبتمبر من عام 2007 قبل 3 سنوات. أيها الشعب الأمريكي، أحدثكم أحاديث هامة تخصكم فاعيروني أسماعكم. أبدأ فيها بالحديث عن الحرب التي بيننا وبينكم وبعض تداعياتها علينا وعليكم. وتمهيدا أقول، رغم أن أمريكا تملك أكبر قوة اقتصادية وتملك أقوى وأحدث ترسانة عسكرية كذلك، وهي تنفق على هذه الحرب وجيشها أكثر مما تنفقه الدنيا على جيوشها، وهي الدولة الكبرى المؤثرة على سياسات